اهلا بيكم مشاهدينا مشاهدي صباحنا مصري، واول فقره حواريه معانا النهارده. وزي ما وعدناكم يمكن في بدايه حلقتنا ان هيكون معانا فقره خاصه جدا، فقره طرب، فقره غنى، صوت لشاب مصري، موهبه شابه جميله ومختلفه جدا. اسمحوا لي ارحب بمطربنا وضيفنا النهارده الموهبه الشابه محمد السيد. برحب بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. سعيده بوجودك معايا. أنا سمع عنك انه صوت جميل قوي، هنسمع مع بعض النهارده اغاني كتير جدا. لكن في البدايه عايز اعرف منك يا محمد، يعني مين اكتشف موهبتك وامتى؟ والله هو الموضوع بدا معايا من الصغر، يعني كنت بغني في التجمعات العائليه. بغني مع اصحابي. الموضوع اتطور معايا لما دخلت الجامعه. عرفت ان في رعايه الطلاب وكده. اشتركت معاهم، كان بيدربنا هناك المايسترو محمد حاتم. في المنصورة، جامعة المنصورة. جامعة المنصورة. مايسترو محمد حاتم ودكتور ضياء عبد الكريم. الله، دي حاجة حلوة قوي. اشتركت بقى بمسابقات زي مسابقة إبداع 5، أسبوع شباب الجامعات، مراكز الفنون، حاجات زي كده. حد في الأسرة أصلا صوته حلو ولا أنت طالع كده رباني لوحدك؟ فلتة كده. أنت فلتة لوحدك كده. طيب، إحنا طبعا بنحتفل هذه الأيام بالمولد النبوي الشريف، يا رب عيد سعيد على كل مشاهدي صباحنا مصري وعلى كل المصريين وعليك. خلينا نبتدي بحاجة بمناسبة المولد النبوي الشريف. تمام. وأحسن منك لم تركت عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على خير الأنام، المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام، المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قاري أعينا، هذا جمال المصطفى، أنواره لاحت لنا، بشرى لنا من ذا المنى، زال العنا وفالهنا، والدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا. صلي عليه دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء. صلوا على خير الأنام، المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. الله يا محمد، صوتك رائع حقيقي وأداء جيد جدا. شكرا. دايما كل واحد بيبتدي بداية الطريق بيكون عنده مثل أعلى، انت مين مثلك الاعلى في الغنى؟ بتحب مين؟ هو انا بحب اسمع لفضل شاكر. فضل شاكر من المطربين المقام. اشمعنى فضل شاكر؟ يعني زي ما بيقولوا كده ملك الاحساس بقى، يعني بحب احساسه في الغنى. يعني ده في الحديث. طب في القديم بتحب ولا مش بتسمع اصلا القديم؟ في القديم انا يعني ما بحكمش نفسي في لون معين، بحب اسمع كذا يعني مطربين كتير. ام كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، فريد الاطرش، بسمع ناس كتير. يعني اخترت مطربين بيميلوا للطرب، يعني حتى من الجيل الحديث فضل شاكر صوته طربي الى حد كبير. هل مش بتميل للاغاني الشبابيه الحديثه والسريعه والراب والحاجات دي؟ مش بتحبها؟ لا، انا بسمع برضو بس خفيف، مش يعني
مش كتير بس انا ميال اكتر للقديم يعني والجديد برضو بس طربي برضو يعني عمرو دياب تامر حسني المهرجانات مش قوي يعني مش قوي مش هكدب عليك اقول ما بسمعش خالص يعني اعتقد كمان انها مش بتظهر خامه الصوت قوي صحيح اكيد كل واحد بيبقى ليه لون معين في الغنى انت مثلك الاعلى الاسامي اللي ذكرتها لكن انت يعني اتقال لك انت صوتك شبه مين او قريب من مين ممكن اتقال ساعات شبه الفنان محمد عدويه يا حلو قوي ده صوت قوي جدا من اجمل الاصوات اكيد جربت تغني له اي حاجه ولا كان بالنسبة لك تحدي؟ لا جربت أغني له بس مش محضر له حاجة لا لا حالي. مش هقولك طب خلينا نسمع معاك حاجة لفضل شاكر بما ان انت بتقول ان انت بتحب فضل شاكر وبتحب الإحساس بتاعه خلينا نشوف الإحساس ده أقول أغنية معقول معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول ما نعود حباب نمرق مثل الاغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا الله لا فعلا جميل وانا عارفة ان انت بتشتغل انت خريج تجارة وبتشتغل في المجال بتشتغل محاسب شايف انه حلو انك تكون بتدرس كمان فيما خاص الموسيقى والغنى ولا انت هتكتفي بالموهبة بتاعتك لا اكيد بحب يعني احب ان انا اطور من موهبتي يعني جنب دراستي دي هوايه بحب اكيد انمي من نفسي واتعلم يعني هتقرا في المجال هتحاول أكيد تدرس موسيقى اكتر او تلتحق باي مكان يكون بيعلم موسيقى صح اكيد لو جات لي فرصه باذن الله هلتحق يعني باذن الله ايه طموحك في الغنى يعني انت عايز توصل لايه عايز تكملها موهبه جنب شغلك ولا عايز تبقى وظيفتك الاساسيه يا محمد هي حتة الموهبة بتبقى يعني زي أرزاق فلو ربنا كرم بإذن الله والموهبة قدرت تكفي احتياجاتي يعني يعني هكتفي بالموهبة فعلا طب هل البيت مشجعك على كده؟ والدتي ووالدي وإخواتي مشجعين على كده كتير يعني كلمني عن المسابقات بقى دخلت فيها أكتر وازاي دي كانت بالنسبه لك دافعه لقدام ان انت تكمل في السكه مسابقه ابداع زي ما قلت حضرتك كان بيدربنا على المايسترو محمد حاتم والمايسترو الدكتور ضياء عبد الكريم اتضاف لي كتير يعني انا اتعلمت ازاي اغني صح اتعلمت ازاي اقف على مسرح وقفه المسرح دي بيبقى لها رهبه في الاول اتعلمت ازاي اقوم من الطبقه المناسبه ليا اللي ارتاح وانا بقول فيها زي كده واحنا لسه ما زلنا في شهر اكتوبر واحتفالات اكتوبر لم تنتهي بعد وعدتني هتغني حاجه لاكتوبر حاجه وطنيه خليني اسمع بقى والمشاهدين يسمعوا الاغنيه دي بهديها لاخواتي اللي في الجيش واهالينا اللي واقفين على الحدود بيحموا تراب الوطن يلا بينا تمام واه يا عبد الودود يا رابس على الحدود ومحافظ على النظام كيفك يا وقت صحيح عسى الله تكون مليح وراكب للامام امك عاتدعي ليك وعاتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك دد على ابوك لا يقولوا منين ده ابوك ويمسخوا الكلام واه يا عبد الودود عقولك وانت خابر كل القاضي يا عاد ولسه الدم خايك ما شرباش التراب حسك عينك تزحزح يدك عن الزناد خليك يا عبد راكب لساعة الحساب آن الآوان يا ولدي معاد إلا المعاد
تنفض الشركة واصل وينزاحوا الكلاب، وإن كنت واد أبوك اجيب لي طار أخوك، والأهل بلغوك دميع عن السلام. وه يا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك؟ عسى الله طيبين، خالك زناتي جايلك ضمن المتطوعين، واختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة، حكي معي مرنوها في العركة تكون حكيمة، ومحمدين موافي يتعلم المطافي، ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي، ومهنا الضرايب والعيلة والعيال، عيبلغوك سلامهم وتمت الرجال. وآخر الكلام بنقول لك في الختام، الله يصوم بلدنا ويحرس السلام، والدك حسن محارب غفير برج الحمام. الله يا محمد، جميلة فعلا فعلا جميلة، ويعني حلوة ان انت اهدتها طب للجنود طبعا على الجبهة، ربنا يحفظهم ويحفظ بلدنا جميعا. انا عرفت ان انت التحقت باوركسترا وزارة الشباب والرياضة، احكي لي ازاي قدمت وازاي التحقت وازاي تم قبولك، وايه الاختبارات او المراحل اللي عديت فيها عشان تلتحق بهذا الاوركسترا؟ انا معرفت بالاوركسترا من بعد مسابقه ابداع خمسه عن طريق، كانوا حلو عليك ابداع خمسه بامانه. عرفت الاوركسترا عن طريق دكتوره امل جمال سليمان، هي اللي ضمتني للاوركسترا. والتحقت بيها على طول من غير اختبارات من غير حاجه؟ لا لا طبعا، كان في يعني هي كانت سمعت صوتي وقالت لي انت معانا يعني. وده شيء اسعدك اكيد طبعا اكيد. هنستنى نشوف منك الكتير والمزيد يا محمد باذن الله. نورتني. بس اسمح لنا نختم كلامنا باغنيه بقى شويه حاجه قديمه، نسمع ايه؟ جانا الهوى. تمام، عبد الحليم. جانا الهوى. جانا الهوى جانا، ورمانا الهوى رمانا، جانا الهوى جانا، ورمانا الهوى رمانا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى، قمر رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شغال بالي. يابا يابا شغال بالي، يابا يابا شغال بالي. الله يا محمد، كلام جميل جدا، بشكرك، نورتني الفنان والموهبة الشابة محمد السيد إبراهيم، وبتمنى لك يا رب مستقبل مبهر ومشرق وتحقق كل أحلامك. شكرا لك.